أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام متابعينا في أرجاء وطننا العربي. تحية فواحة وسلام معطر بعبير الورد ورائحة البخور التي تتميز به حضرموت. حلقة جديدة نحلق فيها على أسرار وعجائب حضرموت الحبيبة التي ما زلنا نرتحل فيها من مدينة إلى أخرى. حضرموت سر نحاول أن نفكك خيوطه لننسج منه حكاية نرويها لكم عن أقدم ملمح تاريخي على وجه الكرة الأرضية. وصلنا معكم إلى منتصف قصتنا، سطرنا في بداياتها عبارات عتيقة ونسجنا في ساحلها خيوطا هدتنا للوصول إلى وادي حضرموت الشهير. خضرة وماء ووجه حسن لعلها من أبرز سمات الجبل والوادي، كرم وشهامة وحسن ضيافة سمات من يسكنه، زخارف وبياض ناصع تشوبه رائحة الطين التي تتباهى فيه بيوت ذلك الوادي. حطت بنا القافلة هذه المرة في مدينة شهدت تاريخا تليدا وإنسانا عظيما عاش بين جبالها وشرب من لبن جمالها، وتعد المدينة الأكبر في الوادي بل وهي عاصمة له، حاضرة من حواضر العلماء. لقبت بالطويلة لامتداد بنيانها بين سفح الجبال ومزارع النخيل، حاضنة لأول رباط علمي في حضرموت، مدينة الزخارف والهندسة المعمارية الخرافية. نحن هنا نتجول معكم في كنز من كنوز حضرموت، مدينة سيئون التاريخية. دعونا نذهب إلى تقرير تعريفي يجاوب عن تفاصيل هذه المدينة العجيبة فتابعونا. مدينة الدان والمغنى، حاضرة الفن، هكذا هي مدينة سيئون الجميلة التي حباها الله بمزايا لا يتسع المقام لذكرها بشكل عام، إذ تحدها من الجنوب مديريتا ساه وتريم، ومن الشمال مدينتا القف وتريم، ومن الغرب مديرية شبام، ومن الشرق مديرية تريم. تتميز مدينة سيئون بعمارتها الطينية الفريدة، حيث كانت في القرن السابع الهجري عبارة عن قرية صغيرة محصورة بشكل ملحوظ وجلي، ومع مرور السنين تطورت حتى أصبحت تشمل مبان عريقة وذات أصالة. ففي عهد السلطان بدر أبي طويرق تم تشييد سور يحيط بها من جميع النواحي، وبقي هذا السور على حاله حتى عام 1347 للهجرة. في القرن السابع تم بناء مقبرة المدينة في الناحية الشرقية منها، وجاء طه بن عمر واقتطع أرضا بعيدة عن المدينة وأسس مسجدا فيها سماه مسجد طه. وفي القرن العاشر الهجري تطورت مباني وعمارة المدينة حتى استطاع حاكمها أن يتخذها عاصمة للسلطنة الكثيرية في عهد بدر أبي طويرق. وفي القرن التاسع للهجرة تم بناء جامع سيئون. بعد ذلك تطور العمران وتم بناء مسجد عبد الله باكثير في القرن العاشر الهجري، وأصبح من أهم مساجد المدينة وأهمها. وفي القرن الرابع عشر أعيد بناء مسجد طه كجامع لأداء صلاة الجمعة. وهكذا غادت مدينة سيئون عامرة بالمساجد، وهو ما جعلها بقعة جغرافية تفيض منها الروحانية والذكر. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام لننبش عن تفاصيل كنز أول مدينة من مدن وادي حضرموت. أجمل ما تتميز به هذه المدينة معمارها الخرافي الذي يترجم حجم ومكانة حضرموت الأصيلة، حيث المباني مبنية من الطين والخشب المحلي. زخارفها تعبر عن ثقافة حضرموت الأصيلة وانسجام الإنسان مع بيئته في تلك الفترة التاريخية، ولعل مبانيها وقلاعها ومساجدها وقصورها الشامخة خير شاهد على تلك الفترة التاريخية، ومن أبرزهم قصر الدويل وهو ما يعرف الآن بقصر سيئون. فيا ترى ما قصة هذا القصر؟ تعالوا بنا إلى هذا التقرير لنتعرف عليه. تحفة معمارية تسر الناظرين،
الزائر أو المار بمدينة سيئون يراها ملء عينيه، ذلك أن قصر سيئون ليس مجرد مبنى فحسب، بل هو كتلة طينية شهدت على حقبة منذ اتخذه سلطان الدولة الكثيرية بدر أبو طويرق مقر لإقامته في العام 992 للهجرة، بعد أن جدد عمارته وبنى بجانبه مسجدا، ومن حينها أصبحت مدينة سيئون عاصمة للدولة الكثيرية وعاصمة للوادي ككل. وقد شهد القصر أعمال ترميم متعددة إبان حكم آل كثير حتى ظهر بالشكل الذي نراه الآن. ويعد قصر السلطان الكثيري من أبرز المعالم التاريخية في الوادي، حيث يتميز بجماله وتناسقه وكبره، ويضم بداخله 45 غرفة والكثير من الملحقات والمخازن. وقد بني القصر من الطين، حيث تزدهر في وادي حضرموت العمارة الطينية بسبب ملاءمتها لمناخ الوادي الذي يتميز بالحرارة والجفاف. يضم القصر اليوم متحفا يحتوي على كثير من المصنوعات الحرفية وكثير من الأدوات التي كانت تستخدم في تلك المرحلة، ويرتاد المتحف العديد من الزوار طوال أيام العام. اختارت الحكومة اليمنية صورة القصر لتكون من واجهة العملة الجديدة فئة 1000 ريال، باعتباره من أهم المعالم التاريخية اليمنية، إذ يعد من أهم التحف المعمارية في جنوب شبه الجزيرة العربية. وهكذا غدا قصر سيئون تحفة معمارية تخبر العابرين بأن حضرموت كانت وما زالت وستبقى حضارة خالدة مدى الأزمان. نواصل معكم مشاهدين الكرام، وأعيننا مذهولة لما شاهدت من تفاصيل لحكاية شهدت تاريخا عميقا مع أبو طويرق. الكل يجمع ولا يختلف اثنان بأن حضرموت كتلة تاريخية بامتياز، وإن هذه المميزات تمنحها الكثير من الخصائص خاصة في جهة الوادي. خلال جولتنا في هذه المدينة استوقفتنا الكثير من الأسر ليتزاحمون في تقديم الضيافة لنا، وأكثر ما شد انتباهي أن هناك عامل مشترك في كل البيوت يحمل الاسم نفسه ولكن يختلف في طعمه ولونه. أتحدث هنا عن عنصر مهم في سفرة سيئون الحضرمية، وهي الشاي، وكما يقول لها الحضارم الشاهي بمختلف أشكاله. لنتذوق طعم الشاي بطعمته الفريدة من خلال التقرير التالي. رشفات مهما رآها البعض بسيطة، إلا أن لها مفعول السحر الذي يجلب الروقان إلى الحضارم. فجلسات الشاي ومواويل الدان هي المتنفسات الروحية لدى الحضارم عبر الحضارمة القاطنين في الأرخبيل الهندي. وكانت عادة شرب قهوة البن عادة شعبية منتشرة بين جميع الطبقات الاجتماعية، فالقهوة مشروب رخيص الثمن وسريع التحضير، واحتلت ركنا مهما في زوايا الصوفية، وجلسات الصالحين وحلقات الذكر والمواليد ومجالس الأغنياء والفقراء والبادية والحضر على حد سواء. ومن شدة تولع الحضارم بالشاي تفنن الشعراء العاميون في ذكره بقصائد فن الدان الحضرمي المغناة، ومن بين تلك القصائد قصيدة عميد الدان الشاعر والملحن حداد بن حسن الكاف المشهورة التي يقول فيها: ودي بسمرة أنا وياه في وسط بستان، ولا بانضلي أشوف السماور على يمناه من كاس هاني يسقينا وبسقيه. وقد كان الشاي الحضرمي في بادئ الأمر مقتصرا على الطبقات الميسورة فقط بحضرموت، نظرا لتكاليف تحضيره الباهظة من شراء أوراق شجرة الشاي والسكر، والذي كان يجلب من أرض بعيدة أيضا طول مدة وفترة تحضيره وتجهيزه. ثم سرعان ما بسط الشاي نفوذه وحضوره على التقاليد الاجتماعية الحضرمية، وغدت جلسات الشاي تقليدا اجتماعيا حضرميا مميزا يوحي بالذوق الرفيع في لحظات الراحة والضيافة والفن. وتبادى الخاصة من الناس والعامة منهم في استحداث وابتكار طقوس تحضيره والتأنق في طبخه وتحضيره. في الذي حبهم قلبي مولع طول وقته بحيره،
عاشت سواهم درت الناس درت كل مظنون في الذي حبهم قلبي مولع عذوب وقته بحيره ما يفكر ولا يعشق سواهم درت الناس درت كل أعزائي المتابعين، لعلكم تلمستم الفرق الجوهري بين حضرموت ساحلاً ووادية. ما زلنا نغامر معكم في أولى محطات وادي حضرموت المليء بكثير من بقايا التاريخ السليد. تابعونا في الحلقة القادمة لنكمل لكم حكاية مدينة سيئون الطويلة عاصمة حضرموت الوادي. هذه شهد ديباجة تحييكم، وبالبدوية الحضرمية قويتو.